بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's program will be Quran recitation, and the person who is to recite will be our brother Yusuf Idris Azazi. Before we start this program, I would like him to recite his own verses, which he has prepared by himself. And inshallah, I would like him to proceed with the program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. I heard you also have a different another voice apart from this, and all right, I'd like to hear that one too. بسم الله الرحمن الرحيم. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Okay, this is just his own voice of recitations, and I will be calling out or naming out some of the voices which he will be representing today. The first voice will go with Mishari Alafasi, the second Ali Jabbar, third Matrud Husori Basfar, and a renowned scholar who based in Kumasi by named Sheikh Anas Tawfiq Al-Bakri. With that, we will begin with Mishari Alafasi. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الحمد لله a renowned scholar I think you can imitate him he's named Sheikh Anas Ibrahim Al-Bakri he is a renowned scholar who based in Kumasi Ghana I mean inshallah without wasting my time I would like you to imitate his voice الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الحمد لله This brings to the end of this program and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us all and grant us knowledge as well. Inshallah, before we close, I would like you to subscribe to this channel and there's the need for you to share and also leave a comment below the comment section inshallah hada wa billahi tawfiq fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh